سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. 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 عبس وتولى. عبس وتولى. عين کو تھوڑا سا اور واضح کریں. عبس. عبس وتولى. عبس وتولى. جاء. اس حمزہ کو واضح کریں. جاءه الأعمى. أعمى. 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 أجاءه الأعمى. عبس وتولى. عبس وتولى. أجاءه الأعمى. جاءه ال. ہا کی جو پیش ہے اس کو واضح کریں. اعمى. اعمى. پھر سے پڑھیں. ان جاء. أعمى. أعمى. پھر سے. أجاءه الأعمى. أجاءه الأعمى. أجاءه الأعمى.
پھر سے پھر سے وما يدريك وما يدريك وما يدريك وما يدريك لعله لعله وما يدريك لعله وما يدريك لعله 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 يزكى يزكى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى یز زک دونوں کے اوپر کیا ہے جی ان دونوں کو جی شدت کے ساتھ پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک تشدید تو آپ پڑھیں دوسری کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کانشیسلی اس کو دونوں کو مارک کر لیں یزک یزک وما يدريك لعله يزكى 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 یذکروا دونوں تشدید کے اوپر مارک کریں اور ذال کو نرم ہی پڑھیں گے پھر سے او یذکروا یذکروا او یذکروا او یذکروا فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى الذكرى جی ذال نرم تو ہے لیکن تشدید کے ساتھ ہے ٹھیک ہے
أو يذكر فتنفعه الذكرى 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 هو الذكرى هو الذكرى ذك ذك ذال کی زیر کو بھی باریک کریں پھر سے او دیکھیں فتنفعہ ہذ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, فوراً فوراً نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا سلو فتنفعہ الذکرا فتنفعہ الذکرا دونوں فکل کیا کریں, دونوں مثلا تشدید والا جو حرف ہے پہلا والا ساکن اور دوسرا والا حرکت کے ساتھ دونوں کو محسوس کیا کریں, کیا میں نے دونوں پڑھے یا ایک کے اندر ہی دونوں کو گزار دیا, ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں او وما يدريك وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى عبس وتولى استغنى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى تغني تغ غين پر قلقلة نہیں ہوگا أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى أما
تغ، تا کو موٹا نہیں کرنا، تغ اما من استغنا، اما من استغنا، اما من استغنا. جی تا کو بھی مارک کر لیں کہ موٹا نہیں کرنا، اور غین کو کہ موٹا کرنا لیکن قلقلہ نہیں کرنا. پھر سے اما طغ کی آواز آ رہی ہے، تغ تغ تغ. اما من استغنا فانت له تصدى، فانت له تصدى تصدى. ادھر بھی تا اور دال کو موٹا نہیں کرنا، صرف اور صرف صاد کو موٹا کریں گے. تصدى تصدى تصدى. جی اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ جب آپ تا پڑھ رہے ہوں تو تا کے بارے میں ہی صرف سوچیں، جب صاد پڑھ رہے ہوں تو صرف صاد کے بارے میں ہی سوچیں، اور جب دال پہ آئے تو صرف دال ہی آپ کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے؟ اتنا انڈیویجولی ان حروف کو تھنک کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. جب مشکل لگے اور سلو کر لیں، تصدى 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 ت تصد ت ص تص تصاني تص 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 تصد 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 دا تصد دا تصد دا. کچھ سمجھ آئی؟ اس طرح سے پریکٹس کر لیا کریں ایک ایک حرف. فأنت له تصدى، 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 فأنت له تصدى. من استغنى، أما من استغنى، من استغ من استغ. طغني تا کو مائنڈ میں رکھیں نا، تا کو نہیں رکھیں، تغ تا تغ تا تغ. واپس تا کہہ کے طغ ہی پڑھتے ہیں. تا تغ تغ تغ. من استغنى، من استغنى، من استغنى، من استغنى. أما من استغنى، 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 فأنت له تصدى، فأنت له تصدى. أما من استغنى، أما من استغنى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى تصدى. تصدى. أما من استغنى، أما من استغنى،
جی اما، اس کو عما نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہے، عین نہیں ہے، انسرکل کر لے حمزہ کو بھی. اما من استغنا، اما من استغنا فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، 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 تصدى. أما من استغنى، حمزہ کو عین میں نہیں بدلنا، پھر سے من استغنا. اگلی آیت فأنت له تصدى، من استغنا فأنت له تصدى، من استغنا فأنت له تصدى.
وما عليك وما عليك وما عليك ألا وما عليك ألا وما عليك ألا يزكى 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 جی اللہ لام پہ جو تشدید ہے اس کو مارک کریں اور یزکا دونوں تشدید کو مارک کریں پڑھیں وما عليك الا يزكى 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 من استغنا سے پڑھیں
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى أما من استغنى وهو يخشى 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 فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى وهو يخشى فأنت عنه تلهى 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 وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى 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 وهو وهو يخشى فأنت عنه تلهى جي عنه عنه هاكي جو پیش اس کو لمبا نہیں کھینچنا جی اور تلہا ہا کی جو تشدید ہے اس کو بھی مارک کر لیں پھر سے وہ ہوا یخشا یخشا جی خا کو مارک کر لیں کہیں خا غی نہ بن جائے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے ہر دفعہ کانشیسلی اس کو خا ہی پڑھیں پھر سے وہ ہوا فأنت
عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما
وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة 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 سكون سے جلدی جلدی نہیں پڑھا کریں آرام سے تذکیرہ پھر سے کلا کلا انہا تذکیرہ کلا انہا تذکیرہ شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره تھوڑی اونچی آواز سے کانفیڈنٹلی پڑھیں پھر سے
فمن شاء ذكره. فمن شاء
صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة عتم مرفوعة مطهرة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة فو جی پیش کو یہاں پر اور مطهرة میم کی جو پیش ہے اس کو اور واضح کریں پھر سے مطهرة دونوں ہا کو ایک شد والا اور ایک آخری دونوں کو واضح کریں پھر سے مطهرة مطهرة پڑھتے جائیں زبانی پڑھیں زیر کو باری کریں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ حمزہ کو واضح کریں بِأَيْدِي نہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ را کو موٹا کریں گے پھر سے پڑھیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
پڑھتے جائیں. زیر کو اور باریک کریں گے. را تینوں کے تینوں موٹے ہوں گے لیکن با کو نہیں موٹا کرنا. بیرا پڑھیں, صرف بیرا پڑھیں. بیرا بیرا کرام بیرارا 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 کرام بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة.
الإنسان قتل الإنسان انسان حمزہ کو واضح کریں اور زیر کو بھی اور باریک کریں پھر سے قتل قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ قاف کو موٹا کریں قتل الانسان ما اکفرہ فا کو واضح کریں فا کو واضح کریں پھر سے قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ سلام اکبر.
من أي شيء خلقه من أي شيء من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي حمزة کو واضح کریں پھر سے من أي شيء خلقه شيء شيء إن کیا ہو رہا ہے یہاں پر اظہار مع القلقلہ نہیں ٹھیک ہے پھر صرف اظہار ہی کریں پڑھے من أي شيء خلقه 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 لام کو موٹا نہیں کریں گے خا اور قاف کو کریں گے خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه پڑھیں من أي شيء خلقه 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 كلا خلقه من نطفة خلقه
خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره زبانی پڑھیں اونچی آواز سے ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. كلا فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر.
عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم أماته فأقبره 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 ثم أماته فأقبره ہم دونوں حمزہ کو واضح کریں جی پڑھیں ثم
ثم السبيل ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. پھر سے. ٹھیک ہے, دونوں حمزہ کو فتحہ کے ساتھ واضح کریں, زبر کے ساتھ. پھر سے ثم ثم اذا شاء انشرہ اور واضح کریں. ثم اذا شاء انشره ثم اذا شاء انشره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره. ها کو واضح کریں آخر میں. پھر سے. حمزہ کو واضح کریں. حمزہ کو اور واضح کریں. حمزہ کو مارک کیا سب نے. پھر سے ثم السبیل كلا لما كلا لما
يقضي 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 يقضي. قاف اور ضاد دونوں کو موٹا کریں گے لیکن یا کو نہیں کریں گے. یقو یقو یقضی. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. يقضي ضاد کی جو زیر ہے اس کو باریک کریں گے لیکن لمبا نہیں کھینچیں گے. اور ما أمره حمزہ, اس حمزہ کو بھی واضح کریں گے. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. اپنی بیک کو سٹریٹ کریں, اب پڑھیں. ما أمره. أمره. ها کو واضح کریں. أمره. را کو موٹا کریں. كلا لما يقض ما أمره. جب میم ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہونٹوں کو کس طرح ملاتے ہیں, لم یا لم؟ لم نیچرلی, ٹھیک ہے, اوپر کے نیچے کے ساتھ مل جائیں گے, اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز چلیں جب آئے گی تو بتاؤں گی. پھر سے پڑھیں. کلا كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. بیک کو سٹریٹ کریں پھر سے. پھر سے. ثم اذا. ثم اذا شاء انشرا. كلا لما يقض ما
پھر سے. پھر سے پڑھیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. جی, حمزہ کو دونوں کو حمزہ ہی پڑھنا ہے, ایلا ہے ایلا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور دونوں پیش کو تھوڑا سا اور واضح کریں. پھر سے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. إِلَى طعامه. زیر کو اور باری کریں. الى طعامه. 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 ہا کو واضح کریں. طعامه. اب پڑھیں فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الانسان الى طعامه.
زبانی پڑھیں. ثم السبيل يسر آنکھیں کھول کے. ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه. فرصة فلينظر ثم السبيل زباني ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا صببنا با کو نہیں موٹا کریں گے, صرف صاد موٹا ہوگا. انا صببنا الماء صبا 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 انا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا. حمزة قربا سے کریں. اونچی آواز سے انا صببنا الماء صبا صبب. با پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ کر رہے ہیں سب. پھر سے پڑھیں, قلقلہ کریں. انا صببنا الماء صبا انا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا صبب صبب باب. پھر سے پڑھیں. أنا أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا Oh.
فلينظر الإنسان إلى طعامه پھر سے سیدھے ہو کے بیٹھے أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض أرض حمزہ کو نہیں موٹا کریں ثم شققنا الارض شقا را کو موٹا کریں گے لیکن حمزہ کو نہیں کریں گے ثم شققنا الارض شقا شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا اونچی آواز سے ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا شقا قاف کی جو شد ہے اس کو ذرا سا شدت کے ساتھ انداز شدت سے پڑھیں ثم شققنا الارض شقا 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 شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم السبيل يسره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر
دیکھیں دھیان سے پڑھیں، انسانو الا، یا نون کی حرکت کے ساتھ کرتے ہیں کچھ، یا حمزہ کی، کچھ لوگ نہیں، سب نہیں، ایک دو صرف. پھر سے فلینظر الانسان الى طعامه، پھر سے فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ثم، زبر کو لمبا نہیں کھینچیں گے، پھر سے پڑھیں ثم شققنا الارض شقا شقا شقا، اس کی شد کو ذرا مارک کر لیں، شقا شقا جی، قاف پہلے ساکن اور پھر زبر کے ساتھ، امیجن کر کے پڑھا کریں. پھر سے ثم شققنا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فِيهَا حَبًّا فِيهَا حَبًّا. پھر سے سیدھے ہو کے بیٹھیں. فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأم أم کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب کو نہیں یاد؟ ٹھیک ہے. فأنبتنا فيها حبا ہا اور ح دونوں میں فرق واضح کریں. فأنبتنا فأنبتنا فيها حبا 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 حبانی حبا حبا باقی اوپر بھی کیا ہے تشدید. فأنبتنا فيها حبا آنکھیں کھول کر دیکھ کر پھر سے پڑھیں. فأنبتنا فيها حبا اونچی آواز سے فأنبتنا فيها حبا وعنبا 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 عين عي و عي وعي وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها
فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا. پھر صرف انبتنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه.
عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى 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 وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى 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 وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا
وزيتونا ونخلا 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 فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا 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 وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا زي زيتو زي زي جی پڑھیں اس آیت کو کو زیر کے ساتھ واضح کریں زیر کو اور باری کریں وحدائق غلبا وحدائق غلبا غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا
وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا. حمزہ کو زیر کو دونوں کو واضح کریں اور زیر کو باریک بھی کریں. پھر سے وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. وحدا وحدا غلبا. وفاكهة وأبا. وحدا غلبا. وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا. غو غو جو غائن کی جو پیش ہے اس کو تھوڑا سا اور واضح کریں. پچھلے والے زبر کے ساتھ اس کو مرج نہیں کرنا بلکہ سیپریٹلی اس کو واضح کرنا ہے پیش کو. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. 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 متاعا لكم ولأنعامكم.
متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. یہ تو آیت آتی ہے نا, پھر سے پڑھیں. فأنبتنا متاعا لكم متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم ولأنعامكم. نون پر کیا ہو رہا ہے؟ پڑھیں پھر, پھر سے پڑھیں. متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة صاخ صاخ صاخة. وہی شد والے حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ صاخ خ صاخ. ٹھیک ہے, شد والے حرف کو دو دفعہ امیجن کریں, اور پہلے کو جزم کے ساتھ اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جاءتی, حمزہ کو اور تا کو دونوں کو واضح کریں گے. پھر سے جاءتی الصاخة فإذا جاءتِ الصاخة فإذا جاءتِ الصاخة. فأنبتنا سے پڑھیں. فإذا جاء
سمجھ آئی کچھ؟ جاءت الصاخة. ٹھیک ہے، جب پہلے جاءتی تا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے تو امیجن کریں کہ وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تس، پھر تس کے بعد تس سا جی، اور پھر جب صاخ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں اب اس کو پریکٹس کریں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جی، جاءت کا جو حمزہ ہے اس کو واضح کریں پھر سے. ہا کو فاسے کریں ان میں. آخری بار اب پھر سے دو دفعہ اور پڑھے، آخری دو مرتبہ صحیح نہیں پڑھا.
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ولي نہیں ہے ولی ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة پہلے والی مت کو چھوٹا کریں پھر سے فإذا جاءت الصاخة يوم يفر يفر فا کی زیر کو باریک کریں يفر يوم يفر المرء يوم يفر المرء يوم يفر المرء يوم يفر يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه من أخيه يوم يفر المرء 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 من أخيه من أخي من نون پہ کیا ہو رہا جی پھر سے پڑھیں يوم يفر المرء من أخيه.
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ سب زیروں کو باریک کریں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وصاحبته وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
ایکٹیو ہو کے بیٹھے. اب پڑھیں. حمزہ کو مارک کریں. ام منہم یوم اذن یوم ای. اس حمزہ کو مارک کریں. ش نوئی ش ش. اس حمزہ کو بھی مارک کریں. اور اب ان تینوں کو واضح کریں. پڑھیں. Yeah.
ایکٹیو ہو کر. دو دفعہ اور پڑھیں. غین کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی مدھم سی ہے. یغنی جی, فأنبتنا
وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة يومئذ ذن یہاں پر کیا ہو رہا ہے اظہار without قلقلہ پھر سے ووجوہ يومئذ عليها يومئذ عليها پھر سے ووجوہ ووجوہ يومئذ عليها غبرة ووجوہ يومئذ عليها غبرة ووجوہ يومئذ عليها مستبشرة ضاحكة مستبشرة.
نیند آ رہی ہے ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. غین کی آواز آنی چاہیے, ٹھیک, آدھا نہیں پڑھیں گے. یغنی شأن یغنی یغنی وجوه يومئذ مسفرة یہاں دیکھیں وجو نہیں ہے, ٹھیک ہے. واو پر جو پیش ہے اس کو آدھی زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا پیش پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں. اس واو کی پیش کو مارک کر لیں کیونکہ مجھے اس میں ساؤنڈ صحیح نہیں آ رہی تھی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة راکو موٹا کریں. ترهقها قترة دونوں راکو. ترهقها قترة ترهقها ترهقها قاف کو موٹا کریں. ترهقها قترة ترهقها قترة 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 تا کو نہیں موٹا کریں گے, قاف اور را کو موٹا کریں گے. قترة قترة ترهقها قترة ترهقها قترة پڑھیں. اونچی آواز سے most
أولئك هم ال أولئك هم الكفرة ال فجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك حمزہ اور زیر دونوں کو واضح کریں هم الكفرة ال هم الكفرة ال هم ال ل کس طرح نہیں آنی چاہیے هم الكفرة ال فجرہ را کو موٹا کریں أولئك هم الكفرة الفجرة كفرة تل تل تا کے پر جو پیش ہے اس کو ہونٹوں کو صحیح سے گول کر کے ادا کریں پھر سے أولئك مل مل نہیں ہے مل 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 کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے مل مل جی پھر سے پڑھیں أولئك
پھر سے اولائک واضح کریں ہی ضاحکۃ تم ضاحکۃ تم ضاحکۃ تم ہا کو واضح کریں گڈ پھر سے ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة اس حا کو مارک کریں اور لکل امرئ لکل لم لام کی جو زیر ہے لے نہیں پڑھنا اس کو لی پڑھنا ہے ٹھیک ہے لکل امرئ منہم لكل امرئ منهم پھر سے پڑھیں لكل امرئ منهم پھر سے لكل امرئ منهم ٹھیک ہے پوری آیت پڑھیں پھر سے لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.